امبارح كانت كل الأنظار متجهة على حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة بنسخته الأولى، واللي بيقام بالشراكة مع مجموعة MBC وبتستمر فعالياته لغاية 15 ديسمبر. اليوم كل الناس عم تحكي عن الحفل على السوشيال ميديا، قدي كان منظم ومبهر، ويمكن هاي من أكثر المرات اللي منشوف فيها العدد الكبير من النجوم والمشاهير العرب والعالميين في إيفنت واحد. وفي حفل الافتتاح امبارح اللي قدموه المخرجة فاطمة البنوي ويعقوب الفرحان، تم تكريم عدد من نجوم وصناع السينما العربية والعالمية، وهم الممثلة الفرنسية كاترين دونوف والمخرجة هيفاء المنصور وليلى علوي وجاك لانج رئيس معهد العالم العربي في باريس. أما فيلم الافتتاح فكان فيلم سيرنو للمخرج الحاصل على جوائز جو رايت. وطبعا الحفل بدأ مع فعالية ريد كاربت اللي خبرناكم عن أجواءها البارح وعن أبرز النجوم اللي شفناهم عليها، بس طبعا كان في نجوم ومشاهير عالميين تانيين في حفل الافتتاح مثل هيلاري سوانك، أنتوني ماكي والممثل الفرنسي فانسون كاسيل. طبعا من العالم العربي والسعودية كان موجودين ريم السعيدي وزوجة الإعلامي وسام بريدي، مهيرة عبد العزيز، عزيز غرباوي، الأخوين صهيب وفارس قدس، قصي خضر، والمخرجة جواهر العاملي، تارا عماد، رشا المهدي، ومثل ما وعدناكم دانا مبارح لما طلت معنا من الريد كاربت إنه اليوم رح تشوفوا كل تفاصيل لقاءاتها مع النجوم، فتفضلوا. النجوم بدأوا يوصلوا على الريد كاربت وأخيراً انطلع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بنسخته الأولى، وطبعاً من منطقة كتير حلوة اللي هي جدة التاريخية اسمها البلد، هيك ميكس بين التاريخ والتراث وأكيد الجلتس والجلامر. كتير مبسوطة اليوم إني شفتك وما شاء الله عليك اليوم طالعة ستانينج بتجنني. خبرينا شوي عن إطلالتك اللوك، مين اخترتي اليوم؟ أكيد حدا سعودي. أكيد حدا سعودي، الحمد لله اللي عارفيني. طبعاً الديزاينر مصممة لطيفة، مصممة سعودية، من أهم المصممات عندنا، واللي أنا فعلاً كنت مصرة أنه أنا ألبس من مصممة سعودية. هذا ثاني مرة ألبس من عندها ودائماً مبدعة. الجوليريز من بي أجي، هذا برضه ثاني تعاون لي. الميكب الشعر كله سعوديين، وإحنا في برضه السعودية وفي مهرجان. قديمي لأنتي سعيدة أنه عم تحضري أول نسخة لمهرجان سينمائي دولي سعودي بجدة، يعني literally طلعتي من البيت وإجي. حرفياً أنا فخورة، سعيدة، سعادة ما توصف أنه صار عندنا مهرجان، حلم وتحقق. ونفس الحلم ده بقالها فترة ميساء مغربي بتحلم بيه، وشفناها متألقة في اليوم ده بفستان أبيض كله شك من تصميم توني ورد، وبيتميز بأكمام طويلة على شكل كيب. حلم 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 وصار حقيقة، يعني شكراً للقيادة السعودية، شكراً يعني مقام خادم الحرمين الشريفين سيد الملك سلمان الله يحفظه ولي عهده، شكراً للسعودية، شكراً على هذا المتنفس. يعني أنا بنت الدراما السعودية، اللي أوجدني للفن هي السعودية وزارة الإعلام، فأنا سعيدة اليوم كأني واحدة يعني تحضر عرس ولدها. والأبيض كمان كان اختيار ليلى علوي للحفل، وحتى بشرة كمان اعتمدت أوتفيت الملفت في الكاستم ميد بيلت المكتوب عليه اسمها. So this is Samah Mahran, the designer. It was her idea, and she wanted me to wear it. And قالت لي أحط لك اسمك يمكن عشان لو تهت في جدة يعرفوا يلاقوني. كتير أعمال وأفلام سعودية حتكون بين طويلة وقصيرة. أنا سعيدة جدا بصناع الأفلام السعوديين، لأني كنت بحكم في مهرجان أفلام السعودية من كام شهر في الدورة السابعة، وشفت أفلام مبهرة لصناع أفلام سعوديين، والحقيقة كنت متفاجئة بالمستوى وبالجودة وبالأفكار وبالتنفيذ. فأنا سعيدة قوي إن إحنا في مهرجان أكبر كمان حيوري أعمال صناع السينما السعوديين، وإن شاء الله هتابع اللي هقدر عليه قدر المستطاع يعني. ومش بس بشرة اللي اعتمدت سبيشل لوك للحفل، فكمان عهد كامل طلت بفستان أخضر نسائته مع كلتش مميز مكتوب عليه جدة غير. الفستان من تصميم ربا بحارس، هي مصممة سعودية من جدة ومن أعز أصدقائي. الكلتش سارة زباق، سارة جدة غير. كاربت إيفانس وتحضري انترناشنال فيلم فيستيفال، شو رأيك لهلا سو فار؟ عظيم، أنا ماني مستوعب إنه هذه السجادة في جدة وفي وسط جدة في البلد كمانها، يعني لوكيشن، يعني برايم لوكيشن، كثير حلو. إيوه بالضبط، يا